السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا رابع؟ اليوم يمس الأحد 25/4/2021. نأخذ يمس الدرس 24 وهو بعنوان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. طبعا الطائف يمس هي طبعا مدينة موجودة في شبه الجزيرة العربية، هي السعودية حاليا مسماها المملكة العربية السعودية. هاي المدينة طبعا ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم رغبة أن يحصل على أنصار لدعوة الإسلام، لأنه أنتم أخذتوا يمس قبل فترة عن عام الحزن، وهو العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. الآن هذا العام كان صعب على سيدنا محمد، وفاة عمه وفاة زوجته، وخسر بذلك أكثر مساندين ومؤازرين له ولدعوة الإسلام، فأراد أن يبحث عن مؤيدين ومناصرين لهذه الدعوة، فخرج إلى الطائف رغبة منه أن يدعوهم إلى الإسلام فيستجيبوا لدعوته وينصروه. الآن خرج ورافقوا في هذه التوجه إلى الطائف زيد بن حارثة، وهو كان خادم للنبي وعاش في بيت النبوة. الآن عندما وصل إلى هناك ودعاهم إلى الإسلام، هل قبلوا دعوته؟ لا، لم يقبلوا دعوته، بل على العكس هم سخروا منه ولم يستجيبوا لدعوته، بل لم يفعلوا ذلك فقط، بل سلطوا عليهم أطفالهم وسفهائهم حتى يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم من قدمي الشريفتين. طبعا زيد بن حارثة، وبينما الأطفال يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، كان يحمي النبي، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الحجارة بجسده حتى سال الدم من قدماه الشريفتين. طبعا حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا، وخرج من الطائف وتوجه ووصل إلى بستان. هذا البستان كان له أصحاب. وصل إلى البستان واستظل تحت ظل شجرة من أشجار هذا البستان هو وزيد بن حارثة. الآن أصحاب البستان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بالشجرة، فأرسلوا مع خادم البستان عنقود من العنب. عندما وصل الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه عنقود العنب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل منه هذا العنقود وبدأ يأكل، وقبل أن يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعجب الخادم من ذلك، عداس خادم البستان تعجب من ذلك وقال وطلب من النبي أن يخبره عن الإسلام. وفعلا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن الدين الإسلامي، حتى دخل الإسلام إلى قلبه وشرح الله صدره وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عداس بعد أن حزن حزنا شديدا لما فعله به أهل الطائف وشدة الأذى الذي تعرض له. بالتالي النبي صلى الله سبحانه وتعالى أيد بهذا الإسلام عداس، يعني رفع معنوياته أنه في ناس تسمعني تصدق دعوة سيدنا محمد إلى الإسلام. الآن لما خرج من الطائف وأسلم عداس على يديه وتوجه إلى مكة،
نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الموت، نزلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبره جبريل إذا أراد أنه إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل مكة فهو سوف يطبق عليهما وينزل عقاب الله تعالى عليهما. لكن سيدنا محمد كان رحيما، كان رحيما بأمته، كان رحيما بأهله، فهو ولد في مكة، كان رحيما بهم، لم يقبل أن ينزل عليهم العقاب، عسى أنه يدخل الإسلام إلى قلبهم ويشرح الله صدورهم، فهو لم يقبل أن ينزل عليهم العقاب ويطبق عليها ملك الموت الأخشبين. الأخشبين يعني الجبلين. وبالتالي لم ينزل عليهم العقاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن ينزل بهم العقاب يا رب. الآن افتحوا لي رابع صفحة 81. ما هو سبب خروج النبي إلى الطائف؟ ما هو سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ واحد، اشتد أذى قريش له صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام. اثنين، يبحث عن من يسمع دعوته وينصر دينه. الآن في عنا سؤال، من رافق النبي عندما توجه إلى الطائف؟ زيد بن حارثة. الآن ما موقف أهل الطائف من دعوة النبي لهم إلى الإسلام؟ لم يستجيبوا له بل سخروا منه. اثنين، حرضوا عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. أدون ما أقوله عندما أبدأ بتناول الطعام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عداس كتبت لكم إياه، هي هون عداس، اكتبوها هون يا مس. هو خادم البستان الذي استظل النبي تحت شجرة فيه. الآن في عنا سؤال، هل قبل سيدنا محمد أن يطبق ملك الجبال على أهل مكة الأخشبين؟ هل قبل سيدنا محمد أن يطبق ملك الجبال على أهل مكة الأخشبين؟ لا، كان رحيما بهم، يرجو لهم اتباع طريق الحق والرشاد، ولم يقبل إنزال العقوبة بهم. طبعا الأخشبين معناها الجبلين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك ولا يشرك به شيئا. أصلابهم يعني من نسلهم. أحرص على أن أصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدعو له، أقابل الإساءة بالإحسان، أقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما أبدأ بتناول الطعام. وهيك يا رابع بنكون أنهينا، ويعطيكم ألف عافية.